محمود يا عدريس. الجوازة باطلة يا عدريس. مستقبل ماتي ومماتك هنان. يعني مش قادرة تسامحيني؟ والله انا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. فبقى هنا خليها سكر زيادة. زيادة اول. بليغ حمدي قال عنه والده إنه سيكون موسيقاراً كبيراً، كان بكاؤه ملحناً منغماً. وبالفعل تحققت النبوءة، وصار بليغ واحداً من أهم ملحني الوطن العربي. بليغ الموسيقى وعبقري الألحان. تزوج من الفنانة وردة وتعاونا في عشرات الأغنيات الخالدة. اللي فات من عمري بعد، وانا قد اللي جاي من عمري بعد. ولوطنيته وحبه لمعشوقته الأولى مصر، لحن بليغ عشرات الأغاني الوطنية ليفرغ ما بداخله من حب لوطن ابتعد عنه دون إرادته. هرب بليغ إلى باريس لتورطه في قضية أقسم بالله علناً إنه بريء منها، وظل في سنوات غربته مكتئباً حزيناً، وكانت أمنيته الأخيرة أن يواريه تراب وطنه قبل أن يموت اللحن الجميل بفعل الحنين. بليغ كان خجول قوي، قد ما كان جريء في فنه قد ما كان خجول في حياته. وتستغرب الألحان دي طالعة من الإنسان، ساعات كتير كان بيبقى منطوي. بليغ الله يرحمه فنان، يعني عارف لما تيجي تعصر حاجة هو يتعصر فن، يعني فنان من كل حتة، فيه في تفكيره، في تصرفاته، في أسلوبه، في كيانه، في كرمه، في حبه، في إحساسه، في الراجل معجون فن، وحياته كلها كانت الفن. أنا كنت بشوفه أولاً بني آدم كان حساس بشكل رهيب، يعني لما كان يمسك العود تحس إنه مش ماسكه، حضنه حاجة، حضنها حاجة، حبيبها. لما يغني بطريقة بأسلوب، يعني ما تحس إنك طاير معاه، تحس إنك أنت داخل معاه جوه أعماقه، جوه أحاسيسه، جوه مشاعره. كنت بحس ساعات إنه هو مش من العالم ده، مش على الأرض. بليغ ما عملش مرة لحن وحش. إحنا مرة فكرنا في ذكرى ان احنا نعمل مسابقه اذاعيه ونقول ايه اوحش لحن البليغ حمدي. الناس كلها هجمتنا هجوم ضاري، لان لدرجه ان انا خارج من ماسبيرو لقيت سيده كبيره في السن واقفه مستنياني كذا ساعه عشان تقول لي انت اللي تعمل عمل زي ده وتقول ان بليغ حمدي عمل لحن وحش. عمر بليغ حمدي ما عمل لحن وحش. بليغ حمدي هو نسيم الروح الموسيقيه في عالمنا العربي كله الحقيقة، والزمن أثبت أنه بالورقة والقلم وبالأرقام أنه أكتر ملحن في هذه اللحظة بيحقق أداء علني على مستوى العالم العربي كله. رياح وموج وبرد بيهدوا أي حد، لكن دمه بيجي يمطر الخير يجينا، لكن دمه بيحينا يمطر الخير يجينا. حبيب قاسي لكنه
الخير بيجي مني حبيب قاسي، لكن الخير بيجي مني، الخير بيجي مني. بليغ وأم كلثوم دي عايزة لها مسلسلات وعايزة لها برامج وأفلام وأقلام تحكي عن العلاقة ما بين هذا الشاب اللي في العشرينيات من العمر وكوكب الشرق، أسد من الأسود اللي محدش يقدر يقرب جنب عرينها، رياض الصنباطي، محمد الأصابجي، عظماء ملحنين مصر، وفجأة شاب في العشرينيات يخش هذا العرين ويعزف بأجمل الألحان. بس مين السبب؟ وربنا جعل كل شيء سبب. في إحدى الليالي كان الدكتور زكي سويدان الطبيب الكبد المعروف الكبير رحمة الله عليه كان يقيم حفلة في بيته، وكان هو الطبيب الخاص للسيدة أم كلثوم، فكان معزوم الموسيقار الكبير الأستاذ محمد فوزي، فاصطحب معاه هذا الشاب الصغير بليغ. قبليها كان في أم كلثوم بتحاول وتلح على محمد فوزي إنه لحن لها، عايزة تخرج من الصنباطية بعض الشيء، عايزة تغير، كان ذكاء شديد، فقالت يعني ألحان الشجن الشديدة بتاعت رياض الصنباطي أنا عايزة أشوف بقى كده إيه يعني الألحان الخفيفة شوية. فكلمت محمد فوزي لأنه كان في ذاك الوقت محمد فوزي هو الأغنية الخفيفة اللي احنا النهاردة بنسمعها وبنقول الأغنية الشبابية، كان محمد فوزي هو قائدها في هذه السنين. فكان بليغ شبه مقيم في المكتب عنده، فشاف كلام قدامه، حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، انت فاكر الحب إيه، خد العود وابتدى يدندن اللحن. فدخلت محمد فوزي سمعوا بيدندن، قال له استمر استمر سمعني. لما جت هذه الحفلة ودعي إليها محمد فوزي، راح واخد بليغ حمدي من إيده معاه، قال له عندنا سهرة في بيت الدكتور زكي سويدان تعال معايا، فقادوا معاه. ودايما ياخد معاه العود بليغ بحيث لما يخش شاب عايز يعرف الناس هواياته وأشجانه وألحانه، فخد العود معاه وبتاع، فراحوا قعدوا الدنيا مصهللة وسهرة جميلة والسيدة أم كلثوم قاعدة. فقالت له ما تسمعنا حاجة يا فوزي، قال لا لا مش أنا اللي هسمعك، أنا هخلي بلبل ده اللي هتشوفيه هيقعد يلحن لمصر 60 سنة قدام. قلت له يا سلام، وراح تبص البليغ قالت سبحان الله، يوضع سره في أضعف خلقه على إنه كان قصير ونحيف. فبليغ مسك العود وراح مغني حب إيه اللي هي الغنوة بتاعة أم كلثوم اللي كتبها الأستاذ عبد الوهاب محمد وبيلحنها لأم كلثوم محمد فوزي. فقلت له إيه ده؟ أنت لحنت يا فوزي الأغنية؟ قال لا لا مش أنا، ده بليغ. وابتدى بليغ يغني بشجن وبحب شديد وملعلع، وكان صوته طبعا إحساسه رهيب جدا، إحساسه طول عمره في صوته. راحت السيدة أم كلثوم قايمة على الفوتيل اللي هي قاعدة عليه، وقعدت جنبي على الأرض، وكان قاعد على الأرض، قعدت جنبي على الأرض، ودي كانت نادرة ما تعملها أم كلثوم. وبقت تسمعه، قلت له كمل، قال لا أنا ما كملتش، أنا عملت المذهب والكوبليه الأولاني. قلت له لا يا فوزي ما ينفعش، لازم يكمل الولد ده، لازم يكمل الأغنية دي بسرعة وتجيلي يوم الخميس الجاي تسمعهاني. وبالفعل لأول مرة يقف شاب يناطح مين؟ رياض الصنباطي ومحمد الأصابجي وكل عظماء التلحين اللي لحنوا لأم كلثوم وشدت على ألحانهم أعزب وأجمل الألحان. طلع ولد كده 25 سنة ولا 23 سنة يقول هذا الكلام. راحت بعت لمحمد فوزي أغنية تانية وهي أنساك يا سلام، برضو أهملها محمد فوزي
لأن محمد فوزي حط في دماغه إنه مش هيلحن لأم كلثوم. كان طبيعي، هو يقال إنه كانت أمنية حياته، أمنية حياته كان لحن، ما كانش ساب حد تاني. رمى الأغنية قدام أخونا بليغ حمدي، مسك الأغنية وابتدى يلحن وابتدى يقول فأنساك يا سلام. سمعها فوزي اتجنن، راح مكلمها بالتليفون قال لها يا ست الكل أنا جاهز، بليغ لحن الأغنية. قلت له أنا بستغرب أنت جاهز وبليغ لحن الأغنية، أنا مش فاهم، وأنت بتسوق هي عربية بتسوقها أنت يا فوزي ولا إيه؟ مات عن نفسه من الضحك. قال لها لا هتشوفي. راحوا لها سمعها بليغ حمدي أنساك يا سلام. غنوة أنساك كذا حد ومنهم سيد مكاوي قال إن هو صاحب اللحن، في نفس الوقت ناس قالت إن الشيخ زكريا أحمد هو صاحب اللحن. الحقيقة كما رواها لي مؤلف الكلمات مأمون الشناوي إنه محمد فوزي الدخول بتاع الغنوة، الدخول اللي هو بيقول فيه في الآخر ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك أبدا أبدا، ده محمد فوزي اللي بعد كده كله بليغ. فدي الحقيقة لأنها قصة كتير اتكلموا فيها، وحتى صلاح جاهين عمل كاريكاتير بعد ظهور الغنوة قال كده أهو ده اللي مش لحنك أبدا يا بليغ، كان يقصد أنه هذا لحن سيد مكاوي. سيد مكاوي كان بدأ في اللحن فعلا، لكن أم كلثوم طلبت يعني نوع آخر، وكان بليغ هو اللي عمل ده، لكن لا يزال في الدخول ينسب لمحمد فوزي. واستمرت الرحلة، وكانت رحلة أم كلثوم مع بليغ حمدي الشجن، الشقاوة، الشباب، الحب، كل مواصفات الجملة العاطفية بليغ حمدي بيصغها في أغاني أم كلثوم، فكانت المنافسة شديدة. وعشان كده بنقول اللي بيبتدي كبير بيفضل كبير، عشان كده لما ابتدى كبير وابتدى مع عظيمة الغناء في العالم العربي كبر هذا الشاب الصغير، بقى يتهافت عليه عظماء مطربي مصر. أم كلثوم كانت دقيقة في المواعيد، بليغ عمر المواعيد ما كانت تجعله ملتزم. فوجئت وهي في بروفة بعيد عنك، بعد ما كل الأساتذة الكبار بقى، يعني انت بتتكلم على عبد صالح، أنون، الحفناوي، كمان يعني قمم الموسيقى والعازفين موجودين، وبليغ ما يجيش. فقررت أم كلثوم انها لا تغني لبليغ بعد بعيد عنك، لكن وقع الأمر ان غنت له اكتر من غنوة، بل انه آخر أغانيها اللي ما قدرش تقولها في حفلة اللي هو حكم علينا الهوى كانت ايضا ألحان بليغ. يعني موهبة بليغ جعلت أم كلثوم تتجاوز حتى عن حقها الأدبي في أنها لا تعمل مع فنان غير ملتزم ويضعها في حرج أدبي أمام كل المسلمين. حليم حافظ سيمفونية تانية كان مشكل خطورة، ما مذكر كبير محمد عبد الوهاب أرجوك أنا يا لحني يا لحن بليغ. سيب الكورة، إيه المزيكا العبقرية التصويرية اللي عملها بليغ حمدي؟ نجاح مسرحية ريا وسكينة بليغ حمدي. ممنوع من العرض. بليغ حمدي وعبد حليم حافظ سيمفونية تانية، علاقة تانية، قوة غنائية جبارة، لحنية تانية، عملوا لنا أعظم الألحان، عزفوا لنا أعظم الأغاني،
وأحلى الأغاني الرومانسية اللي جرحت كل قلب واحد فينا، ورحلة طويلة بينهم وبعض أثارت غيرة الموسيقار الكبير أستاذنا أستاذ محمد عبد الوهاب. فكان لما يجي في كل حفلة شم النسيم يقدم لحن للأستاذ بليغ ولحن للأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. فكان لحن بليغ بما فيه من شجن ومن شقاوة ومن إيقاعات ومن، كانت الدنيا بتتقلب. كان بيعمل يوم بروفة لبليغ، يوم بروفة للأستاذ عبد الوهاب في بيته يومياً. الفرقة المسيحية بتروح، وكان هو مريض في ذاك في الوقت ده، فبيكلم عبد الحليم الصبح قال له ده أنا تعبان قوي وبتاع ومش عارف إيه ومش عارف يمكن ما عملش بروفة. هو بيقول له كده يعني ما عايز يداري العين، لكن الأستاذ نزل عشان يطمئن على ابنه الروحي، ودخل لقى الفرقة الموسيقية ولقى عبد الحليم قاعد ولابس جلابية وطاقية ومادد رجليه على كرسي بيعمل بروفة وهو رقيد الفراش. فكان بيعمل بروفة على إيه؟ على هو اللي اختار. فلقى اللحن فيه شجن، ولقى فيه شقاوة، ولقى فيه أشياء كتيرة قوي عادت بليغ حمدي. مشي بالليل، اتصل بعبد الحليم قال له بص يا حليم، حفلتي مفيش ألحان لحد تاني. قال له ده بليغ عامل لحن. قال له يعمل، يتخلي حفلة كلها بألحان بليغ ونأجل اللحن بتاعنا ده فاتت جنبنا، يا أرجوك أنا يا لحني يا لحن بليغ. طبعا عبد الحليم لا يستطيع أن يغضب أستاذنا الكبير أستاذ عبد الوهاب، فجي على بليغ قال له يا بليغ هنأجل الأغنية دي للموسم الجاي. قال له ليه؟ ده أنا بقالي سنة شغال، ده أنا تعبان فيها، تيجي تأجلها؟ قال له معلش. ما قالوش بقى الأستاذ عبد الوهاب طلب، قال له لا معلش هنخلي الأستاذ عبد الوهاب هو عنده لحنين نغنيهم وبلاش حد مشارك لي، وانت السنة الجاية أوعدك تبقى انت الحفلة كلها ألحانك، تعمل هو اختاره تعمل لي اللحن تاني. وهنا كانت الصدمة لبليغ حمدي، لأول مرة عبد الحليم حافظ يؤجل لحن من الألحان اللي هو عملها بحب. وعبد الحليم بالنسبة له ده أخوه، ده هما اتنين رفقاء يعني مع بعض ما يسموش بعض. فتوصل ان انت تلغي لي حفلتي واغنيتي في الحفله عشان خاطر تجامل عبد الوهاب. وكان موقف ما بين بليغ وما بين عبد الحليم استمر سنوات بالفعل، يمكن ده يمكن اول خلاف في حياه بليغ وفي حياه عبد الحليم حافظ. وانشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واخترت في سؤالي، انشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واخترت في سؤالي، انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه، انا بفكر ليه وبشغل روحي ليه. بليغ حمدي والموسيقى التصويريه والاوبريتات وموسيقى الافلام الغنائيه، مرحله في حياه بليغ فاق فيها كل الضروب. لو لجأنا للمسرحيات هو كان يحب المسرح الغنائي، لو نفتكر تمر حنة وأسلوب الألحان اللي عملها لايف لوردة، وكان يقف يعزف قدامها كل يوم بفرقة موسيقية كبيرة كل الألحان اللي كانت وردة بتغنيها لايف، كان حلمه أنه يعمل المسرح الغنائي لايف على أعلى مستوى. نفس الحكاية لما جينا لو سألنا عن مسرحية ريا وسكينة، نجاح مسرحية ريا وسكينة بليغ حمدي. ريا وسكين قال لي وانت هتغني؟ لا يا بليغ في عرض. قال لي والله لا تغني، انا بيعجبني صوتك، بحب صوتك جدا. لحن لي ازاي وحفظها لي ازاي، ويقول لي يجنن وشجع شجع قوي. رحنا نسجل، حقيقي كنت كده بعمل كده، شادية معايا واقول لي شادية ايه من فضلك، من فضلك يا فرطوش خرجي بره لغايه ما اسجل. الله يخليك
بتأبوس ايدها تضحك تقول لي حاضر تخرج اسجل حتتي. الأفلام إيه ده؟ ده كان سبب في نجاح أفلام كتيرة قوي. لو ذكرنا فيلم إحنا بتوع الأوتوبيس لأستاذ الإخراج رحمة الله عليه الأستاذ حسين كمال، أنا فاكر مقدمة الفيلم الموسيقية أقسم بالله عالمية، وفي المشهد الرائع وجد العربي بيتضرب. إيه ده؟ الإحساس ده؟ إيه إحساس الجملة الموسيقية ديت؟ أفلام كثيرة كان في كيمياء بينهم حسين كمال وبليغ حمدي، لأن حسين كمال كان يعشق الفيلم الغنائي، يعشق المسرح الغنائي، فكان بليغ حمدي نفس الحالة. فتخيلوا لما اتنين بيعشقوا هذا الفن وهذا العمل بيطلع منهم إيه رحمة الله عليهم الاتنين. فتخيلوا يعني فيلم شيء من الخوف رائعتها المبدع حسين كمال رحمة الله عليه. إيه ده اللي انت عامله يا بليغ؟ ده اللي انت صغته ده شيء من الخوف. إيه المزيكا العبقرية التصويرية اللي عملها بليغ حمدي؟ والغنوة العبقرية بتاعت شريف، شوف إحساسه بالدراما وترجمته لهذه الدراما أحياناً كخلفية موسيقية للأحداث. أغاني البليغ حمدي دي كانت طبعاً مشكلة بالنسبة لي كبيرة جداً، وبعدين هو هيرضى يلحن لي وكان مؤمن بيا جداً. أنا عايز أسمع الشيخ النخشبندي مع بليغ. اللي أنت إيه خايف؟ في فترة ما ارتبط بسميرة سعيد مثلاً، وفترة أخرى بميادة الحناوي، زي ما حصل مع ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. ممنوع من العرض. ممنوع من العرض. ده حكاية مش سهلة، يعني أنا شخصياً أنا مش مطربة، وفي نفس الوقت ما كنت باجي في أفلامي أشتغل ويجيبوا لي أغنية أقول لهم يا جماعة أنا مش مطربة، أقول لهم أنت بتؤدي يعني ممكن أؤدي، إنما مانيش مطربة، مش هطربك يعني، مش هتسمعي تقول الله يا سلام حاجات كده لا. فلما جم بيقولوا لي بليغ حمدي، أنا بالنسبة لبليغ أولاً عشرة، وهو كان صديق لوالدتي بشكل رهيب، يعني أصدقاء أنتيم قوي قوي، فيعني له ذكريات معايا كبليغ حمدي. انما عشان انا اغني لبليغ حمدي دي كانت طبعا مشكله بالنسبه لي كبيره جدا. فقلت لهم يا جماعه طب يعني طب شوفوا لي ملحن اقدر اقول له لا اعملي دي حط لي دي، لا انا مش عارف اقول كده، انما بليغ انا ما اقدرش اقول له حاجه زي كده، ده يعني وبعدين هو هيرضى يلحن لي، هو هيقبل يعني للصوت ده. فبيني وبينك اول ما قال لي طب بص يا سهير سمعيني حاجه كده، طبعا انا عادي كلنا بنغني عادي، انما انا بالنسبه لي كنت مش بغني بقى بترعش، لان احساسي بان هو هيقيم الصوت ده يعمله ولا لا، فلو قال لا هتوجعني قوي، ولو قال اه هفرح طبعا. فقلت له بص بلاش اغني، قول انت حاجه وانا اقول زيها، بس قول حاجه كده نشاديه حاجه لذيذه حاجه بتاع كده وانا اقول زيها. فقال لي طيب قولي واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين مش عارفه ايه يا نور العين حاجات كده خفيفه. فقال لي مات انت هتقولي وهتقولي حلوه قوي. قلت له بس ده الفيلم كله اغاني، ويعني يعني ده عبء تقيل عليا، وانا مش قال لي لا ومش هجيب غيرك وانت اللي هتقولي. وقد كان، وعملنا الفيلم كله، وكان مش انا بس اللي كنت بغني كمان فيه، كان حسين فهمي بيغني فيه، كان حسن يوسف بيغني فيه، كانت سهير زكي بتغني فيه، يعني كان كل مجموعه اللي موجودين في الفيلم بيغنوا، بس انا كان العبء عليا تقيل قوي قوي. لحل كتير، لحل
كل الأغاني بتاعت مولد يا دنيا لحن لي مسرحية اسمها المتشردة، ما بين أغاني استعراضية وأغاني دمها خفيف وأغاني حب وغرام وهيام، متعدد المواهب. كان الأستاذ الله يرحمه أشرف فهمي المخرج بيعمل فيلم اسمه بص شوف سكر بتعمل إيه، فقال له عايز واحدة لهلوبة، كان متاخد عن قصة أوليفر تويست، فقال له أنت من غير تفكير جيب لبلبة. فكلمني وقال لي انزلي حالا دلوقتي، الأستاذ أشرف فهمي عايز يشوفك. نزلت ورحت مكتب بليغ، وأول ما شافني أشرف فهمي قال لمدير الإنتاج امضي معاه. شيخ العرب يا سيد يا أبو الكرم يا جيل، شيخ العرب يا سيد يا أبو الكرم يا جيل، يا تشفي لي عزيزة يا تبعت لي مريزة، يا تشفي لي عزيزة يا تبعت لي مريزة، أجيب دواء العزيزة. أذكر إن إحنا حضرنا خطوبة ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، وهو دايما كان في احتفالياته الخاصة يحرص أن يبقى فيها إنشاد ديني، فكان الشيخ النقشبندي موجود، فنزل يسلم على الرئيس، راح الرئيس ماسك إيده ومشاور لي ومشاور لبليغ، وقال لي افتحوا الإذاعة عشان عايز أسمع الشيخ النقشبندي مع بليغ. ولولا هذا التوجيه وهذا الإحساس من الرئيس بقيمة النقشبندي وبليغ ما كنا استمتعنا بالست أدعية العظيمة اللي عملها بليغ. بقينا بنعمل فيلم نص ساعة جواز وإخراج فطين عبد الوهاب بطولة شادية، في مشهد مفروض في الفيلم ده هرقص فيه مع شادية عشان نغيظ الدكتور اللي هو رشدي أباظة، فالمخرج الأستاذ فطين عبد الوهاب قال لي عايزك تطلع استوديو مصر في الفرقة الموسيقية بتسجل الغنوة تسمع اللحن اللي انت هترقص عليه مع شادية عشان تفكر ايه الرقصة اللي انت هتعملها معاها. دخلت قاعة القاعة الكبيرة بتاعت الصوت وابتدت شادية تعمل البروفا وتقول سكر حلوة الدنيا سكر، معرفش ايه اللي طلعها في دماغي، فقلت ايه lovely the world is lovely live now and let you love me. بصيت لقيت من ورايا شادية بتقول لي ايه ده ايه ده ايه ده انت بتقول ايه بتقول ايه، قالت لي ايوه قولوا 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 تاني قوله لي دقيقه واحده يا بليغ يا بلبل تعالى. فبليغ قال لي قول، فقلت له lovely the world is lovely live now and let me love you. فشادية قالت له ايه رايك يا بلبل؟ قال لها فهمتك، سمير يقول حاجة بالإنجليزي وانت تردي عليه سكر حلوة الدنيا سكر. قلت له آه يا ريت. فالأستاذ بليغ قال لي طيب اكتب الكلام ده اللي انت قلته. الصوت مش طالع. فشادي قالت استنى عليه شوية يا بلبل. قال له براحتك. وراح جاي لي هو. قال لي انت ايه خايف؟ قلت له يعني شادية وفرقة مزيكا وحضرتك ما خافش ازاي؟ قال لي لا 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 قول معايا كده. طب قولها لي انا. قال لي برافو كل ده اللي انا عايزك تقوله، وافتح صوتك ما تقفلش صوتك، افتح صوتك على الاخر وانت بتقول. وسجلنا غنوه سكر حلوه الدنيا سكر اللي هي عايشه في اذهان الناس الى الان واصبحت مرتبطه بيا انا اكتر. نشأت قصه حب جميله ولذيذه بين بلبل وما بين صباح، لكن لم تستمر يعني كانت حب يمكن ايه بعيد الاطراف. واتفقوا على الخطوبه وصباح راحت بيروت، عزمت بيروت بحالها واستنت ان بلبل يوصل بيروت في الميعاد المحدد، ما جاش، هيجي بكره ما جاش، فاتصلت بيه ما كانش بقى فيه موبايلات ولا الحاجات دي، ففين فين كل ما تتصل بيه مش موجود، الاستاذ خرج الاستاذ مش هنا الاستاذ مش عارف ايه فين. استضدته ان هو اللي رفع سماعه التليفون، قلت له ايه يا بليغ ايه يا بليغ ما جيتش ليه؟ قال لي روح قلبي انا طلعت المطار وركبت الطياره جاي على بيروت، لقيت الطياره اصلها طلعت زنجبار. قلت له طلعت فين؟ قال لي زنجبار. قلت له زنجبار دي فين؟ قلت له في افريقيا. قلت له اه
طب خلي بالك لا تسود. وقفلت السكة في وشه وده بليغ عام. بالنسبة لموضوع الأستاذ بليغ الله يرحمه أنه كان في إشاعة ولا قصة أنه كان ممكن أنهم يتجوزوا ولا يتخطبوا ولا كده، أنا مش عارفة لو فعلاً يعني كانوا هيتجوزوا بجد ولا كانت هزار بينهم هما الاثنين ولا كان ايه بالظبط، عشان علاقتهم كانت اخويه اكتر يعني، مش حساها يعني مش حساهم انهم كانوا ينفعوا زوج وزوجه يعني، كنت حاسه انهم صحاب جدا يعني، عارف زي ما الاستاذ فريد ما تخيلش انهم ممكن مثلا يتجوزوا، فما اعرفش يعني هم حبوا وعملوها نكته ومشيوا فيها وبقوا يحكوها للناس كلها ولا دي كانت قصه حقيقيه، بصراحه ما اعرفش. في قصه الحقيقه لبليغ حكاها لي مرسي سعد الدين شقيقه الكبير على خطوبته لسامية جمال، ودي حاجة غريبة جدا انه هو نفسه مش عارف ايه اللي حصل، والحكاية دي الحقيقة كمان انا مش عارف ليه لماذا لا تعلن، يعني الناس كلها عرفت ان في حدث زواج قصير بينه وبين صباح، لكن لم يحكي احد عن الخطوبة القصيرة بينه وبين سامية جمال. فقال لي انه فوجئ ببليغ بيقول له انت لازم نروح انا وانت تطلب ايد سامية، كعادة يعني العيلة المصرية لازم الاخ الاكبر يصطحب أخوه الصغير في حالة الخطوبة والزواج، وقال لي فعلا وراح وقدم لها الشبكة ووافقت، وبعدين حدثت أشياء هو ما يعرفش إيه اللي حصل ولم ينتهي هذا الأمر بالزواج. بليغ طبعا كان كثير الحب، في فترة ما ارتبط بسميرة سعيد مثلا، وفترة أخرى بميادة الحناوي، يعني كان بيرتبط دايما وبين الحين والآخر بالمطربين اللي بيحصل بينه وبينهم نوع من التوافق الفني، زي ما حصل مع ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. إيش فعلا ارتبط بقصة حب مع بليغ، ده حقيقي. الأستاذ عبد الوهاب رفض من البداية، يعني مش رفض وبعدين تراجع، لا ده من البداية رفض، يعني من أول مرة راح له بليغ، وبليغ كان حيي من النوع اللي هو يكسف وخجول، عشان يروح يكلم الأستاذ عبد الوهاب اضطرينا ان احنا نكلم الأستاذ عبد الوهاب ونقول له بليغ عايز يجي لك، قال يجي لإيه؟ في ما يجي أي وقت، لأنه هو كان محب البليغ. فما راح له هو رفض، وقال له أنا ما جوزش بنتي لفنان زيك، أنا عارف تاريخك وعلاقاتك ومع يعني، وده ما شيء ما قبلوش لبنتي، ورفض وانتهى الموضوع عند هذا الحد، إنما لم تؤثر على علاقة الأستاذ عبد الوهاب ببليغ. شرارة الحب بدأت بين بليغ ووردة من أول لقاء. هذا الهرم الكبير سقط في لحظة استهتار. لوالدها حط العصاية ببطن بليغ وقال له لا تدخل. بليغ كان ما بتفرقش عنده يقوله يعمله، مش فارق معاه. إنه محمد عبد الوهاب هو اللي ورا تحريك القضية جنائيا، فكان بيقعد يكتب على مصر حب كأنه بيغازل حبيبته اللي مش قادر يروح لها. أنا أعتقد مصر هي اللي فرمته. هبعت معاك جوابات، أقسم بالله دموعي نزلت. طلع اسم المستشفى راحت لطمة، المستشفى دي بتاعت مرضى السرطان. ممنوع من العرض.